ونتحول إلى أخبار الرياضة بمنافساتها المختلفة. باقة من أخبار الرياضة والملاعب بصحبة محمد عبد الله مرة أخرى. إليك محمد. شكرا هبة وشكرا محمد. إلى أخبار رياضة محليا وعربيا وعالميا. يلتقي المنتخب الوطني لكرة السلة مع نظيره المكسيكي غدا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة من كأس العالم المقامة في الفلبين وإندونيسيا واليابان. يحتل منتخب السلة المركز الثالث في المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الثانية متفوقا بفارق الأهداف عن منتخب المكسيك صاحب المركز الرابع. وصلت بعثة النادي الأهلي إلى النمسا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد اعتبارا من السادس من سبتمبر المقبل. واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر على خوض أولى مباريات الفريق الودية في معسكر النمسا أمام فريق مورفريك النمساوي يوم الأربعاء المقبل. أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تشخيص الإصابة التي يعاني منها الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور. وأوضح ريال مدريد أن جونيور يعاني من إصابة في عضلة الفخذ اليمنى، لكن لم يكشف النادي عن مدة غياب اللاعب البرازيلي عن مباريات الفريق، إلا أن صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت أن فينيسيوس سيغيب عن ريال مدريد لمدة 6 أسابيع مقبلة. ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني حسم صفقة التعاقد مع ظهير نادي مانشستر سيتي جواو كانسيلو. وقال الصحفي المتخصص في شؤون انتقالات اللاعبين الإيطالي فابريزيو رومانو إن برشلونة ومانشستر سيتي توصل لاتفاق على إتمام الصفقة على أن ينتقل اللاعب إلى الفريق الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء، حيث سيسافر كانسيلو إلى برشلونة خلال ساعات وسيتم بعدها الإعلان عن الصفقة رسميا. نهاية أخبار رياضة. عود من جديد إلى هبة ومحمد. أشكرك محمد.